بتبدأ الأحداث بتاعتنا مع ضابط كوري اسمه كيتو، وبيكون دلوقتي في مهمة داخل الأراضي العراقية. كيتو بقى بيكون متعرف على بنت عراقية كده اسمها رانيا، وبتكون شغالة مترجمة. رانيا دي بقى وكيتو بيعترفوا بحبهم لبعض، وهي دي قصة حبهم. وبتقرر رانيا انها توري له وشها لأول مرة علشان خاطر يشوفها، وبيكون معجب بها خالص. فكيتو بيقول لها ايه، انا مهمتي قربت تخلص خلاص، وان شاء الله احنا هنرجع سوا لكوريا علشان ناوي اتجوزك. رانيا صاحبتنا بتكون في الوقت الحالي بتترجم صفقة أسلحة بين شخص اسمه بارك وشخص عراقي، ولما بيخلصوا الصفقة بتاعتهم يعني بيأمر بارك وجنوده بأنهم يخلصوا على رانيا، وفعلا بيعملوا كده وبيحاول كيتو إن هو يلحقها، ولكن خلاص هي ماتت عزيز المشاهد. وبيلبسوه كمان جريمة قتل رانيا، ولكن بعد فترة بيقدر إن هو يهرب من السجن، وبيروح على دولة أجنبية علشان يستخبى فيها، وبيكون متخفي عن الأنظار كلها لأنه خايف من الشرطة إنها تقبض عليه. في الوقت ده بنشوف في الشارع بنت اسمها هانا بتكون بتهرب من مجموعة أشخاص بيطردوها، وده لأنها هربت من الكنيسة اللي أهلها حطينها فيها من وهي طفلة صغيرة. ولكن أثناء هروب هانا بتتخبط في كيتو وبتحمد ربنا إن هو شخص كوري زيها. بتتكلم معاه هانا وبتقوله إن في أشخاص بيطردوها وبتترجى إن هو يساعدها، ولكن كيتو بيكون خايف يتدخل علشان الشرطة، وغير كده مش حابب حد يعرف هويته، وفعلا بيسيبها كيتو وبيمشي لأنه مش ناقص مشاكل يعني. وبتكمل هانا هروبها وبتستخبى ورا عمود، وبيطلب منها الشخص اللي بيطردها إنها تستسلم. وبنعرف هنا ان اهلها هم اللي بعتينه، ولما بتحاول انها تهرب بيمسكها، ولكن في الوقت ده بيظهر كيتو تاني، ما طلعش واد نادل يعني الحمد لله. بيطلب منها انها تهرب وملهاش دعوه بالباقي، وفعلا هي بتهرب، وهو بيبدا يتقاتل مع الشخص ده. المسلسل بادئ احداث نار، فعزيزي المشاهد كده جهز الفشار واللايك والاشتراك ونكمل بينا يلا. كيتو اخونا بقى بيكون جامد جدا في الاكشن، ما عندوش هزار ولا عنده يام مرحميني، عنده مهارات قويه مش اكتر، علشان كده الشخص بيسيب القتال وبيحاول انه يمسك هانا، ولكن كيتو اخونا بيجري وراه وبيقدر ان هو يوقعه على الارض للمره الثانيه، وبيبدا القتال بينهم من جديد، وبيكون الشخص ده برضه مهاراته قويه، ولكن في النهايه كيتو بيقدر ان هو يديله الضربه القاضيه وبيخنقه وبيخلص عليه. وبتطلب منه هانا ان هو يساعدها ويرجعها لوالدها، ومقابل كده هي هتديله فلوس كتير كل اللي نفسه فيه، ولكن بيطلب منها انها تهرب لان في 2 من الشرطه جايين علشان يقبضوا عليه. بس النتيجه عزيزي المشاهد معروفه في النهايه، بيقدر ان هو يضربهم وبيسيبهم وبيمشي. ولما بيخرج بره بيلاقي بقى الرجاله قبضوا على هانا وحطوها كمان في العربيه، وبتترجى ان هو ينقذها، ولكنه بيرفض اصلا يدخل نفسه في مشاكل اكتر من كده وبيمشي، وبيركب مع شخص علشان يرجعه لكوريا مره تانية. وفعلا اخونا بيرجع لكوريا وبيقضي حياته وبيشتغل اي شغلانه تجيله بعيد عن الحكومه. نروح بينا لصاحبتنا هانا. بالنسبه لقصتها، فهي لما كانت صغيره دخلت على والدتها الاوضه ولقيتها بتموت وجنبها حبوب مهدئه، ولكن عزيزي المشاهد كان في شخص تاني في الغرفه كده، مين ده بقى هنتفاجئ بيه بعدين. المهم بيكون والد هانا مرشح سياسي واسمه جانج، وبيكون متجوز من واحده جبروت كده اعوذ بالله اسمها تشوي، وبالرغم من جمالها وان الشكل كويس جدا الا ان جوزها بيخونها مع بنات كتير قوي. وفي يوم بيروح كيتو لمقر الشركه بتاع جانج علشان يفطط الاعلانات اللي على المبنى كانت هتقع بسبب الهواء، وبيكون هو رايح علشان يثبتها، وهو في الوقت ده بيكون جانج معاه بنت بيخون مراته معاها، وداخل الشركه كالعاده يعني. بس ده بيكون فخ من المرشح السياسي اللي ضده علشان يحطوا له منور ويدخلوا هم بعد كده ويصوروا فضايحه. وفعلا بدات رجاله المرشح الثاني تدخل وبداوا ضرب في كل رجاله الامن علشان يوصلوا للغرفه بتاعته ويصوروه. وبرده بيكون اخونا كيتو نازل من على السطح علشان يقدر ان هو يوصل لليافطه ويصلحها، ولما بيوصلها يعني الحمد لله بالسلامه. في الوقت ده بيشوف منظر ما كانش لازم يشوفه، واول لما بيلاحظ جانج بيبعد عنها على طول، ولكن فجاه بيبدا ان هو يدوخ لانها كانت حطت له المنوم في عصير الليمون اللي بيشربه. وبيكمل رجاله المرشح السياسي ضرب في الامن، وبيكون كيتو شايفهم، ولكنهم بيتمادوا لما بيقتلوا ست كبيره، بيقتلوها قدام كيتو وهي كانت ساعدته قبل كده، علشان كده كيتو بيتعصب، بيحاول ان هو يكسر الازاز ويدخل لجوه المبنى، ولكن الازاز بيكون صلب جدا، ولكنه بيستمر لحد لما بيقدر ان هو يكسره وبيدخل جوه المبنى. وهنا بقى كيتو بيكون متعصب من اللي حصل لدرجه ان هو نزل ضرب في كل الرجاله. ما كانش في الرجاله دي كلهم دلوقتي واحد بشنبات قادر يقف قدامه، ولا قادرين ان هم يعملوا اي حاجه، لحد لما بيوصل جنود شركه جي اس اس، ودول بقى المقاتلين تبع المرشح جانج، علشان كده بيهرب كل الجنود التانيين، وبكده بيتم انقاذ جانج من الفضيحه اللي كانت هتحصل له. بيطلب جانج من تشو مراته انها تتصرف مع كيتو علشان ما يفضحوش. بس بعد كده بقى كيتو بياخد العربيه بتاعته وبيروح، وبتطلب تشو من هان المساعد بتاعها ان هو يخلص على كيتو، وفعلا المساعد ده بيبعت مجموعه كبيره، ومش مجموعه كبيره بس،
بس ده كبيرة جدا كمان من جنود شركة جي اس اس، وبيوصلوا البيت كيتو علشان يخلصوا عليه، ولكن كيتو كان منتظرهم هناك اصلا ومستنيهم. راجل عنده خبرة وعارف ايه اللي هيحصل والغدر امتى. واثناء مراجعة الكاميرات بيكون في شخص اسمه جو، وده مساعد تشوي برضو، بيقدر يتعرف على كيتو وبيطلب منها انه يرجع القوات بدل ما يموتوا، لانه هو كان بيدرب كيتو ايام ما كان ظابط وعارف قدراته، ولكن هان بيرفض لان شركتهم اكبر شركة قوات خاصة في كوريا. وفعلا ده بيكون واضح لما كيتو بينزل عليهم من السقف وبيبدأ ان هو يضربهم كلهم، وبيقدر كمان ان هو يضرب معظم الجنود، حتى اخر جندي بيكون واقف مرعوب ولكن بيقدر يثبته بيكهربه، وهنعرف ليه بعدين. هو مش عايز يقتلهم، وبياخد بعد كده شنطته وبيغادر المكان، وبيعرف هانت شو باللي حصل، وبيقول لها جو ان كيتو كان من افضل الجنود في شركة بلاك ستون، وديت بقى كانت اعظم شركة في العراق، ولكنها بتطلب من هان ان هو يدور عليه ويخلص عليه برضه. نروح بينا لهان اللي قدرت انها تهرب من الكنيسة للمرة التانية، ولكن اثناء هروبها في الشارع بيكون في شخص اسمه لافلت، بيكون ده مصمم ازياء وكان هيخبطها بالعربية بتاعته، ولكن الحمد لله يعني ده ما حصلش. وهنا بنعرف ان هان عندها مرض من وهي طفلة، من اي ضوء او اي فلاش كاميرا بيجي في وشها، وبيصورها لافلت بعد كده وبينشر الصور بتاعتها على مواقع التواصل، وبيبدأ الجمهور يسأل على هويتها، وده اللي بيزعل تشول انها عاوزة هان تفضل مخفية عن العالم، وده لحد لما الانتخابات الرئاسية بتاعت جوزة جينج تخلص، وبرضو بتكون بتستخدم هان كوسيلة ضغط على جوزة علشان خاطر ان هو بيخاف منها، وخايف انها تأذي هان بنته في اي وقت، لان تشو دي الشخصية الصراحة ما بينه وبينك حرباية وصعبانة وخنزيرة وسخة بجد كمان. المهم يعني بتطلب تشو من مساعدتها تجيب لها هان لعندها، اما كيتو فبيكون موجود على الطريق والجو حر خالص، وما كانش يلاقي مكان يروحه، فبيلاقي شخص عجوز كده على الطريق عربيته عطلانة، فبيروح علشان يساعد. فعلا بيقدر ان هو يصلح له العربية، وبيطلب كيتو منه ان هو ياخده معاه في طريقه، ولما بيوصلوا البيت الشخص ده بيطلب كيتو منه ان هو يبات معاه برضه، فبيوافق الراجل العجوز مقابل ان هو يبات ليلة واحدة مش اكتر. وبيروح هان لضابط شرطة وبيقول له ان هو بيدور على واحد اسمه كيتو، وبيديله مكافأة علشان خاطر ان هو يعني يقدر يوصله بسرعة. وفعلا بيبدأ ان هم يدوروا في الكاميرات بتاعة الطريق اللي جنب بيت كيتو، وفي النهاية بيقدروا ان هم يعرفوا مكانه. وتاني يوم الصبح بيبدأ كيتو ان هو يساعد الشخص العجوز ده في زراعة الارض بتاعته، لانه بيكون مش قادر يعمل اي حاجة، والعمر الصراحة تعبه خالص، ولا عارف يزرع ولا عارف يعمل اي حاجة، بس المكنة بتاعته بتكون عطلانة، علشان كده بيروح كيتو علشان يجيب ادواته يصلحها بيها. ولكن بعد ما بيغادر كيتو المكان بيجي شخص من اقوى المقاتلين، وبيكون هان هو اللي بعته، ودخل على الرجل العجوز ومراته وربطهم بالحبل، بيسألهم على مكان كيتو ولكنهم مش بيقولوا له حاجة، علشان كده قرر ان هو يولع فيهم. ولكن قبل ما يعمل اي حاجة عزيز المشاهد بيوصل كيتو في اللحظة الاخيرة، وبيوقع الولاع من ايده وبيبدأ يضربه. هنا بقى بيبدأ الاكشن لما بيطلع الشخص ده سكينة تاني وبيحاول ان هو يقتل كيتو، ولكن كيتو بيقدر ان هو يتفادى الضربات وبيبدأ ان هو يضربه. ما هو ابننا برضو ما يغركش ايده تقيل، هيعرف يروق عليك، بيقدر ان هو يوقعه على الارض، ولكن بيستمر القتال بينهم لمرة تانية. بيقدر كيتو في النهاية ان هو يمسكه من دراعه لحد لما بيكسره، وبيقيده بعد كده وبيسأله هو مين اللي بعتك يالا. هنا الراجل بيرفض ان هو يقول له حاجة، وبيقول له كمان ان اي حد بيساعده هيموت بسببه، ولكن في النهاية بيخاف من كيتو بيقوله. وبيروح كيتو لبيت تشوي بيشوف هان وهم واخدينها للبيت، واول لما هان بتشوف تشوي مرات ابوها بتتعصب لانها سايباها في الملجأ ديت من وهي طفلة صغيرة. وفي الوقت ده بيكون كيتو متنكر على انه عامل ديليفري، وبيبدا ان هو يضرب كل الحراس الموجودين قدام البيت. هنا بتتفاجئ تشوي لما بتلاقيه واقف قدامها، وبيطلب منها كيتو انها تسيبه في حاله وتبعد عن العجوز ومراته وما تحاولش تأذيهم. فبتقوله طب لو ما عملتش كده يعني اخرك ايه، هتعمل ايه؟ بيقولها بصي انت شفتيني اول مره وديت ان شاء الله هتبقى تحذير، لكن لو شفتك كمان مره فاعتبري نفسك ميته. في الوقت ده بيدخل عليهم الحراس، فبتقوله كنت بتقول ايه بقى شاطر، مين اللي ميته؟ بقولك لو شفتك تاني مره هقتلك. بتتعصب وبتقول هنا للحراس طب يلا بقى خدوه بقى وخلصوا عليه بره كده على الهادي علشان انا مش عايز اتعصب. وبياخدوا فعلا الحراس وبيكتفوه وبيحطوه في الشنطه بتاعه العربيه، ولكن قبل ما بيتحركوا بيسمعوا صوت عربيه شرطه، وبتكون العربيه ديت جايه لان في بلاغ من شخص ان الموتوسيكل بتاعه مسروق. واثناء ما الحراس مشغولين علشان يعرفوا الشرطه جايه ليه، بيكون اخونا بقى بيحاول ان هو يفك ايده بزيت كده كان موجود في العربيه، ولما بيسمع الحراس صوته وبيروح لكيم بيكون حرر نفسه وبيضربه، وبيقدر كمان ان هو يضرب الحارس التاني وبيوقعه على الارض. ولما بيدخل باقي الحراس علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل مش بيلاقوا كيتو، ولكنه بيكون مستخبي في السقف وبينزل عليهم ضرب كالعاده. يا باشا اهد عليهم وارحمهم، ما تخلكش شاب فتاك وهتاك ماسك فيهم، خد مني وهات. ولما بينتهي بقى وبيخلص عليهم كلهم بياخد السلاح بتاع واحد فيهم وبيرجع للفيلا مره تانية، وبيروح لتشوي اللي بتتصدم لما بتشوفه، وبيحط السلاح
عليها وبيقول لها ده تاني لقاء زي ما قلتلك. هنا بقى بتخرج هان وبتطلب منه يقتلها، ولكن اول لما بيشوفها كيتو بيفتكر ان هي دي البنت اللي هو انقذها هناك لما كانت في محطة القطر، ولما بيدخل الحراس عليهم بيطلب منها كيتو ان هم يخرجوا برا، وفعلا كلهم بيطلعوا برا المكان. وبيقول كيتو بقى لتشوي ان هو سجل كل اللي حصل بينهم وبعته في رسالة لشخص تاني، وانها لازم تساعده يفضل عايش، وبياخدها معاه وهو خارج من الفيلا لمنتهى الهدوء. ولما بيقول جول جانج ان في شخص واخد مراته رهينة، بيقوله طب اقف بقى على جنب كده نشرب سجارة على لما يخلص عليها ولا حاجة. ولكنه اول لما بيعرف ان هانا كمان في البيت بيطلب منهم يتحركوا بسرعة، واول لما بيوصل للبيت وبيعرف ان هانا كويسة بيطمن خالص، وبتكون هانا في غرفتها مستنياه، وهو بيكون نفسه يشوفها لانه ما شافهاش من زمان خالص، ولكنه بيرفض يشوفها، ودي بتكون صدمة لهانا وبتعيط. واثناء ما بيكون كيتو مع تشوي في العربية بيلاحظوا ان في شخصين راكبين موتوسيكل بيطاردوهم، وبيبدا ان هم يزودوا سرعة العربية علشان تخرج عن السيطرة، وكمان بيعطلوا الفرامل بتاعتها، وبيغير كيتو مكانه مع تشوي وبيسوق هو العربية، وبيحاول ان هو يوقع الموتوسيكل ولكنه مش بيعرف. وفي نهاية المطاردة بتقدر المساعدة بتاعت تشوي انها تخبط الموتوسيكل وبتوقعهم، ولكن كيتو مش بيقدر يوقف العربية علشان كده بتتخبط وبتتقلب بيهم، وبيجي اشخاص علشان يخرجوهم، بيخرجوا كيتو برا العربية وبتبدا العربية انها تولع، ولكن كيتو بيرفض ان هو يسيب تشوي، بيحاول ان هو يفتح باب العربية علشان يخرجها، وبيرفض مساعدين تشوي يروحوا يخرجوها لان العربية هتنفجر. ولكن انت هتفكر كيتو ان هو يستسلم هو كمان؟ لا والله يا عزيزي المشاهد، بيقدر ان هو ينقذها وبيخرج بها لسه عايشة الحمد لله، وبتنفجر بقى العربية من وراه. ولكن كيتو بيقع على الارض وبيغمى عليه، وبتطلب تشوي من المساعدين بتوعها ان هم ياخدوه للمستشفى ويحاولوا ينقذوه، وفعلا بياخدوه للمستشفى. اول لما بيفوق بيلاقي ان جو جاله وفك القيود بتاعته، لا وكمان جاب له بطاقة هوية جديدة علشان ما يفضلش هربان. في الوقت ده بيظهر شخص جديد في المسلسل بيكون اسمه سون، وده يبقى اخو تشوي من الاب بس، وده شخصية وسخة كده ولكن مش اوسخ من جانج يعني، اللي بدأ يمثل قدام الصحافة ان هو وعيلته مستهدفين، وده لانه مرشح نفسه يعني في الانتخابات الرئاسية. وقعد بقى يحكي لهم ان هو كان طول الليل بيحاول ينقذ مراته، وده بيخليه يكسب تعاطف الشعب، وهو اصلا بعد ما روح البيت كان نايم. في الوقت ده بيجي شخص تاني للمستشفى اسمه بارك، وهو اللي بيكون مرشح نفسه ضد جانج، وبيكون جاي للمستشفى مش علشان يزور تشوي من جمال عيونها يعني، هو كان خايف ان الصحافة تكتب ان في خلاف بينه وبين جانج، وهو بيعرض جو على كيتو ان هو ينضم ليهم في الشركة، ولكن كيتو بيرفض، وبيحاول جو ان هو يضغط عليه وبيقول له المرض بتاعه، وبيقول ان هو عارف ان هو مصاب بمتلازمة ان هو مش هيقدر يقتل الناس، وهو ده السر ان هو ما بيقدرش يقتل حد، وده اللي احنا لاحظناه ان كيتو بيضرب بس ما بيقتلش. ولكن كيتو بيرفض، ولما بيكون نازل في الاسانسير بيشوف بارك راكب معاه، وهنا بقى بيتذكر ان بارك هو اللي كان السبب في موت رانيا حبيبته. كيتو تعصب خالص، بدا يضرب في الحراس وخد سلاح منهم وبدا ان هو يضرب نار على كل الحراس التانيين لحد لما قدر ان هو يخلص عليهم كلهم، ورفع سلاحه بعد كده على بارك علشان يقتله، ولكن ده ما حصلش، هو كان بيتخيل بس مش اكتر. عزيزي المشاهد مش بقولك على المبدا يا عزيزي، ما هو ما بيقدرش يقتل الناس، وبيقع على الارض من كتر الصدمه. ولما بيخرج بره الاسانسير بيسال المساعد اللي معاه مين الشخص ده، وبيقولوا له بقى عليه، وبعدها بيقرر كيتو ان هو ينتم من بارك، وبيجهز له قنبله في مكان هو هيكون موجود فيها داخل شركته، وبيروح كيتو لمقر الشركه بتاعته علشان يقدر يفجر القنبله، ولكن بيتفاجئ لما بيتقابل مع شخص عارف، والشخص ده بقى من رجاله بارك اللي كانت خانق مع كيتو قبل كده، وفعلا بيبدا بينهم القتال مره تانيه، ولكن كيتو بيقدر يقع على الارض وبيهرب منه، وبيطلع لسطح المبنى، وهناك بيلاقي جو مجهز له حبل كده علشان يساعده يهرب بيه. واول لما بينزل بيلاقي ان تشو كانت مستنياه، وبتقول ان هدفهم واحد، هما الاثنين عاوزين يتخلصوا من بارك، وبتستغل ان هو مش بيعرف يقتل، وبتقول له ان شركه جي اس اس هتكون تحت امره في اي حاجه هو عاوز يعملها. وتاني يوم بيروح كيتو على طول لمقر الشركه علشان يتعين كحارس امن، وهناك بيكون الشخص المسؤول عن تدريبه اسمه سون، وبيكون بيضرب كل المتدربين بسهوله خالص وبيستهزئ بيهم، وطلب بقى من كيتو ان هو يجي علشان يدربه وبالمره يحفل عليه. ولكن انت مفكر عزيزي المشاهد ان كيتو هيأثر فيه الحركتين اللي بيعملهم دول؟ ده كيتو كل مره بيصدمه اكتر واكتر وبسهوله كمان، وفي الاخر يعني كيتو بيقدر يثبته وبيحط عليه وبيخليه يستسلم. وبيجي وقت بقى توزيع المهمات، وبيتم تعيين كيتو في الحراس الليليه، وده هيكون مساعده لحارسه تانية كده اسمها يون. وبيوصل فعلا كيتو لمقر الفيلا، وبتعرفه الشغاله بتاعت البيت ازاي يتعامل مع هانا، وده لان ليها قواعد خاصه في التعامل، وبياخدوا حارس تاني اسمه سام علشان يوري له غرفه المراقبه بتاعت الفيلا كلها. بيبدا كيتو بالليل ان هو يراقب كل تحركات هانا من على الكاميرات، وبيلاقيها داخله للمطبخ وبتكون فرحانه جدا لانها تطبخ الاكل اللي بتحبه، وبتحاول
انها تعمل النودلز، ولكنها لما بتحاول تولع البوتاجاز مش بيرضى يشتغل، وبتاخد النودلز وهي زعلانه وبتخرج برا المطبخ وبترجع لاوضتها مره تانية. وبيكون كيتو زعلان لانه عارف ان الصمام بتاع الغاز مقفول. بيخرج عزيز المشاهد علشان يغير نفسه كده بشويه دخان في البلكونه، ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقي خيال على السطح. ولما بيطلع لهناك بيلاقي ان هنا هي اللي هناك قاعده بتاكل الاندومي ومعها القطه بتاعتها، وبيفضل كيتو قاعد جنبها مراقبها طول الليل وبيشوفها وهي راجع مره تانيه للاوضه بتاعتها. وتاني يوم بقى بتكون تشو رايحه هي وجوزها لجنازه واحده قريبتها، والمفروض ان في اجتماع للعيل علشان يقسموا الميراث وكده. وبيكون كيتو خايف على تشو من اي حاجه ممكن تحصل، علشان كده بيديلها قلم وبيطلب منها تضغط عليه لما تحس ان هي في خطر. ولما بيدخلوا الاجتماع وبيفتحوا الوصيه بيطلع ان الشركه مكتوب باسم تشو، ولكن عيلتها بيردوا عليها تاخد شويه فلوس وتتنازل عنها، ولكنها بترفض. ولما بيلاقوا انها مش هتيجي سكه بيهددوها وان هم يفضلوا حبسينها، ويبعتوا كده شويه رجاله يستولوا على الشركات كلها، ولكنها بتضغط على القلم وبيعرف كيتو ان هي في مشكله. وبيروح بعد كده للمكان اللي الحراس موجودين فيه، ومن غير اي تفاهم بيبدا ان هو يضربهم وبيحصل بينهم قتال، لحد لما بيقدر ان هو يتغلب عليهم وبيوقعهم كلهم، وبيعمل بعد كده حريق علشان يشغل اجهزه الانذار وبتخاف كل العيله. بيبدا كيتو بقى علشان ياخد تشوي ويخرجوا سوا بعد ما العيله خرجت من الخوف، وبيطمنها ان كل حاجه تمام. بيرجع كيتو للبيت وبيروح علشان يراقب هنا مره تانيه، وبيكون محضر لها النودلز اللي هي بتحبه وبيكون فرحان، وده لما بيشوفها بتاكله وهي مبسوطه خالص. وبعد فتره بتقرر تشو انها تكافئ كيتو على اللي عمله، بتستدعيه لمقر خاص موجود تحت الارض في الشركه بتاعتها، وهناك بتكون تشو عامله اجتماع مع المساعدين بتوعها، وده علشان تعاقب الناس اللي مش بيطيعوها. وبيكون في المقر ده حاجه اسمها المرايه، ودي لها القدره انها تجيب معلومات عن اي شخص في اي دوله، علشان كده اهلها طمعانين في انهم يستولوا عليها وعلى المرايه، لانها مش بتشتغل غير بصوت تشو بس. وبتطلب من كيتو ان هو يحكي لها هو ليه عاوز يقتل بارك، وبيقولها كيتو بقى عن قصه رانيا حبيبته اللي قتلوها في العراق. وبتدي تشو امر للمرايه انها تجاوب على كل اسئله كيتو. بيعرف كيتو منها ان في شخص اسمه عمر كان موجود مع بارك وبيعملوا صفقه سوا، وان هم قتلوا رانيا لانها عرفت معلومات الصفقه اللي حصلت بينهم. في الوقت ده بتكون هنا في البيت وبتقرر انها تهرب منه، وبتحط منهم كده ليون، وبتروح بعد كده تسرق الفيزا واللبس بتاعها وبتقدر انها تخرج للشارع. بتاخد تاكسي وبتروح بعد كده على المكان اللي كانت عايشه فيه وهي طفله مع امها، ولما بتخلص هناك بتروح بعد كده الحديقه جنب بيتهم كانت متعوده انها تخرج فيها مع ابوها وامها على طول. وبتكون زعلانه لان ولادها مش حابب يشوفها، وان هي كانت مهمه بالنسبه له زمان ودلوقتي مش مهمه، وان اهم حاجه ليه دلوقتي اصلا هو منصبه السياسي. في الوقت ده بتؤمر تشو الحراس ان هم يرجعوا هنا ضروري، وبيبدا فعلا كلهم يدوروا عليها وبيعرفوا مكانها للناس استخدمت الفيزا لما كانت في التاكسي. ولما بتكون هنا قاعده لوحدها كده بيجي لها والدها وبيجيب لها معاه ايس كريم، ولكن الحقيقه انها بتتخيل، وده كان كيتو، علشان كيتو عارف هي زعلانه ليه، وبيقول ان الايس كريم ده والدها هو اللي بعته لها، ولكنها بعد ما بتاكله بفتره بتحس انها تعبانه وبتقع وبيغمى عليها. وفي الوقت ده بيقعد جانج مع مراته تشوي، وهنا بقى بنعرف حقيقه مهمه جدا، وهي ان والده هنا اتكتبت في الصحف انها انتحرت، ولكن في الحقيقه تشوي هي اللي قتلتها. صدمه كبيره عزيزي المشاهد. بكده بينتهي الجزء الاول من المسلسل. ما تنساش لو عجبك تفعل جرس التنبيهات، لان الجزء الثاني هينزل بعده على طول بيوم. واقدر اقول لكم ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك، وهتوحشوني. وسلام.